الخبز ملوح في الزبله مع الكوش. انا واحده من الناس اللي نفد بيبز الخبز الباكيت كتولي بدينار حلال فيهم الشعب هذا التونسي. اخي ملي بدات الثوره اعتصام ورا اعتصام معناها ريت الخبز تقولها حتى الرغبه نتاع العباد نورمالمون ما فماش خبز صايب حاجه في مغارفه. انا اليوم باش نعمل عشاء خاطر ما فماش خبز اليوم نبقى بحذا الغاز ونبدا نبكي. قلت نعيش على الخبز وما يحوى حتى الخبز ما عادش موجود هو. نجبد اكل اللي يميتو ريتيم تاع الشكاره هذاك نجبدو انا نمسحو ناكلو. رئيسنا وينو؟ وزيرنا وينو؟ والينا وينو؟ معتمدنا وينو؟ اليوم فما اعتصام لاصحاب المخابز، شنو رايك؟ فيش راي في اعتصام الكوش المسكره؟ الكوش المسكره والدنيا اللي لهبت، وعلاش عاملين اعتصام هما اليوم؟ يطالبوا باسترداد مستحقاتهم من الدعم. قداش باش يعطي الحكومه؟ والحكومه موجوده هي من اصل ما فماش. لا فما حكومه، لا فما رئيس، لا فما وزير، لا فما والي، ما فما شيء بنيتي. الدنيا الكل مشيت. ريت احنا مش احنا تو عمارنا تنجم تقول مشيت، اما الجيل الجديد، الجيل الجديد كيفاش باش يعيش؟ حاره العظام ب 14%، 15 هاي لا بالفين، عندنا في الحومه بالفين. عندنا 15% احنا. احنا بالفين في عطارنا، ريت عطارنا تهز الحليب باليغورت ما تاخذش كعبه وكعبتين، تاخذ اربعه. تهز معك ولدك ولا بيك. اي يلزم نولدوا من اول وجديد باش يعطونا الحليب. تو انا مثلا ولادي كبار، يلزم نكري صغير باش ناخذ باكو حليب. ما كانش ما نشربش القهوة. والله راها مش مشكلة المخابز، مشكلة الدولة اللي هو الفرينة ما فماش، اللي هو السكر ما فماش، اللي هو الحليب ما فماش، ما فما حد شيء في البلاد. تمشي على أي قافية الحانوت لا فما لا سكر لا عفم لا فما حد شيء. كيفاش الواحد يحبوا يخدم على روحه معناتها؟ ما رأيي تبارك الله مصلي على النبي يستاهلوا، الشعب يستاهل باش يعملوا الضراب في نتاع الكواشة على الخبز، خاطر الخبز ملوح في الزبلة مع الكوش. أنا واحدة من الناس اللي نفد بيبز الخبز الباكيت كتولي بدينار حلال فيهم الشعب هذا التونسي. ما فهمتكش، يعني العباد قاعده تطيش في الخبز في الزبله؟ العباد تلوح في الخبز في الزبله مع الكوش. اي عليه فهميني عليه، ماهم يعملوا اضراب، خلي تغلى خلي تغلى تولي بدينار الباكيت. اي وزويلي اللي ما عندوش كشي ياخذ بالحساب. ياخذ بالحساب، يولي ياخذ بالحساب وما عادش يلوح الخبز ويحط في الكونجيلاتير ويجبد ياكل. عليه ياخذ 5 و6 و7 و8 والدزين ويسنيه حتى يبدا لهفه في الباكيت بالذات. انا راني نحكي على الخبز بصفه عامه، مانيش نحكي على الغلاء نتاع الاخر، فهمتيني؟ اي نحكي على الخبز بصفه عامه خاطر ملوح في الزبله مع الكوش. انا واحده من الناس نجبدو مع الكوش ومسخ بالكاكا نمسحو ونشيحو ونبيعو نسقات منه. مش كان اصحاب المخابز اختي غالي. اخي ملي بدات الثوره اعتصام ورا اعتصام معناها ريت الخبز تقولها حتى الرغبه نتاع العباد نورمالمون ما فماش خبز صايب حاجه في مغارفه. مش اوبليغاتوار نباجوا لاصحاب المطاعم، فما حاجات هما كيما نقولوا نحن عندهم الاولويه. اما مي انت في دارك طيب طيب حاجه نتاع مغارفه نجموا الموضوع هذا كيما نقولوا نحن ما نقفوش عليه. مي شكون اللي باش يتخلق منه؟ اللي عنده ريستورون، اللي عنده كيما نقولوا نحن مسكين يسترزق برويتنا نتاع كاسكروتات هذاكم. مي مش كان اصحاب المخابز اختي غالية، كيما نرجعوا للحليب ما فماش، الزيت 9000 واش يترى غير باع، لا اله الا محمد رسول الله. ونرجعوا نقولوا والله يهلك اصحاب الشر. شنو باش طيب عشاء لداركم اليوم؟ باش تعمل عشاء هكا بالخبز ولا باش طيب خبز في الدار ولا كيفاش باش تعمل اليوم؟ انا اليوم باش نعمل عشاء خاطر ما فماش خبز، اليوم نبقى بحذا الغاز ونبدا نبكي. لانه ما فماش خبز وما فماش سميد وما فماش مقرونه ما فماش اي بنات جمله جمله جمله. وان شاء الله ربي يسلكها على خير، احنا سلكناها اولادنا واولاد اولادنا ان شاء الله يسلكوها. بلاش طيب مقرونه ما فماش دجاج ما فماش زيت ما فماش حتى شيء، راه كيفاش باش طيب العشي؟ تقوم الصباح طيب قهوه ما فماش لا سكر لا قهوه. انت اليوم شو باش تعمل عشاء؟ ما فماش خبز اليوم والكوش خبز ما ناكلش، نعمل مقرونه نعمل حليله نعمل رشته نعمل شبيه. وفات الدنيا كل خبز مقطوعه ما توفيش الدنيا، نجبد اكل اللي يميتو ريتيم تاع الشكاره هذاك نجبدو انا نمسحو ناكلو اللي هما يلوحوه. عشنا بك القفه ما احلاها، اكل القفه نتاع بن علي كانت ديما معبيه كانت ديما معبيه.
برا انت توا هز نتحدى ما نتصوركش تعرف انت اللي في بالي حكة طماطم وصلت قداش كيلو دجاج قداش دجاج الناتر راه عطينا ناكلو طرف الدجاج شنية يا خويا ما نحكيوش على حاجات من كم عطينا حاجات ضرورية الزيت يترى غير باع سامحني نغزر الكاميرا باش خاطر والله قلبي معبي عليهم ورا سختي دابوس الزيت ب 9000 واش عليه باكو الحليب نهز بنتي عمرها عامين امان اعطيني باكو حليب بفلوس يا امان اعطيني باكو حليب رئيسنا وينو وزيرنا وينو والينا وينو معتمدنا وينو ما ثم حشاك في البلاد تعرف اش نعملوا احنا في تونس نتلموا العرب الكل ونمشوا للسعودية ونبكوا على كبر الزين واللي اللي تعرف تندب تندب واللي تعرف تعدد تتعدد ويا ربي كان سلكناها الدنيا له وش الله يرضى علينا خاطر نحنا اش اسمه واسك خاطر نحنا جبناها لرواحنا الزيادات الدنيا تخذت والدنيا تهردت كان مشيت المجازة تلقاها مليانة كان مشيت للسوق تلقيه مليان يعني احنا ناكلوا في العصا ساكتين نحنا جرانا كاكل المراه اللي كل ما يسوتها رجلها وصبح تمد له القهوه ميما شنو تخدم انت بالضبط نخدم حتى شيء نلم في الدبز والخبز ما عنديش خدمه هذاك هو مورد الرزق نتاعي هذاك مورد رزقي اي اش تعيش نعيش باكل القاعه نعيش بالخبز والدبابز اي وتكفيك باش تعيش وتصرف اللي عني بيه كفيني ونصرف وفاضل الحمد لله يا ربي ما دام نلم في نعمه ربي من القاعه ربي عطيني على قد قلبي انت في الظروف هذيا ما كيفاش تعيش كيفاش نعيش مرات نعيش على الخبز والميح هو حتى الخبز ما عادش موجود هو كان الواحد قبل يعيش على الخبز والميح حتى تو الميح الخبز ما عادش موجود كيفاش حبوا العباد تعيش بجرب وتخلق شبيهم يحرقوا شبيهم يعملوا شبيهم ما يعملوش ما تدخلش مي الحمد لله نحي منه ومنه ونحي من روحي باش ياكل ولدي وبنتي خاطر بابا وامي ربوني ونحوا من فمهم ونحوا من لحمهم واعطوني ناكل توا يلزمني الناحي باش نوكل لولدي وبنتي اما برزق الحلال مش الحرام تفهم فيا اختي على خاطر الحرام سيدي جا هما في جيوبهم من 2011 لتوا نتحدى اي رئيس اي وزير اي كذا ما نهبش نتحدى اي هرم في السلطه اي وزير اي مدير اي مسؤول ما سرقش وعبى جيبه بفلوس المواطن حسبي الله ونعم الوكيل فيكم